السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ حل الجريدة. الجريدة معمولة بنظام كتيب فعلا مختلفة تماما عن السنة اللي فاتت، فيها عدد من الأسئلة. لا ده شغل تاني كده عن السنة اللي فاتت خالص، أنا كنت فاكراها جريدة زي السنة اللي فاتت. في غير الكتيب 4 صفحات كبار جدا من الجريدة، أنا مش هعرف أعرضهم. عبارة عن المفاهيم، يقولك مفاهيم أو منهج الفيزياء بالكامل، مفاهيم في جيبك. فأنا مش هعرف أعرض الورق، الورق كبير بصراحة، مش هعرف أعرضه كله كويس قدامكم. انت معاك خريطة للمنهج فيها الملخص كله جمعهم في 4 صفحات كبار. 4 صفحات كبار للمنهج. هنبدأ إن شاء الله، نبدأ نحل الجريدة. لو في أي خطأ في الجريدة أو في الأرقام إن شاء الله هتابع معاكم ونصحح لو في أي حاجة. السؤال الأول، أنا عايزاكم تجيبوا بس ورقة وتلزقوها بصمغ في المنطقة دي، وهمليكم أنا السؤال الخاص بالجزئية دي. هتكتب لي في الورقة اللي هتتحط على الجزئية دي في أي الدوائر التالية يعبر الاتجاه الأسهم عن اتجاه التيار الاصطلاحي بشكل صحيح. يبقى السؤال ده هو الغيه واكتب لي السؤال اللي أنا مليته. يبقى احنا هندور على الاتجاه الاصطلاحي الحقيقي في أنهي شكل في دول. الاتجاه الاصطلاحي بشكل صحيح بيبقى اتجاه التيار بيخرج من القطب الموجب يروح للقطب السالب خارج البطارية، واحنا ماشيين خارج البطارية بنمشي من القطب الموجب ونروح للقطب السالب، وده متحقق. طيب شكل ألف صحيح. طب نروح لشكل ب، انت رايح على الموجب ورايح على السالب في نفس الوقت، الشكل ده خطأ. هنا الأسهم طالعة من الموجب وفي نفس الوقت طالعة من السالب، ده خطأ. هنا رايحة على الموجب، لا احنا بنبقى ماشيين العكس، احنا ندور على الاتجاه الاصطلاحي. قد كده الأسئلة هتبدأ مسكالك الفصل الأول من أول كلمة. طيب يبقى احنا كده الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. السؤال رقم 2، عندما تدور شحنة موجبة عكس عقارب الساعة في مستوى الصفحة بالشكل، فإنها تسبب مرور تيار اتجاهه إيه؟ الاصطلاحي شكله إيه؟ أو الحقيقي شكله إيه؟ طيب إحنا بنقول الاتجاه الاصطلاحي بيعبر عن اتجاه الشحنات الموجبة، ودي شحنة موجبة، والشحنة الموجبة ماشية عكس عقارب الساعة. يبقى المفروض لو أنا هعبر بالاصطلاحي هقول الاتجاه الاصطلاحي عكس عقارب الساعة طبقا للشحنة الموجبة، وده مكتوب اهو في الاختيار ألف، الاصطلاحي عكس عقارب الساعة. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. احنا لو بنقول كده معايا شحنة موجبة والشحنة الموجبة ماشية في هذا الاتجاه، وعايز أعرف اتجاه التيار الاصطلاحي فين واتجاه التيار لو استخدمت الفعل فين. قالك اتجاه التيار الاصطلاحي زي بالظبط اتجاه الشحنة الموجبة. طب ما الشحنة الموجبة ماشية كده، يبقى ده اتجاه تقليدي، ده اتجاه اصطلاحي. طيب نفس الشحنة اللي ماشية كده ممكن اعرف فين اتجاهها الفعلي؟ قالك الاتجاه الفعلي هو اتجاه الالكترونات. طب هو فين اتجاه الالكترونات؟ عكس اتجاه الموجب. يعني اذا كان الموجب ماشي كده يبقى السالب ماشي كده، يبقى على السهم ده اكتب عليه اتجاه الكتروني او الاتجاه الفعلي. طيب انا عندي هنا السؤال الثالث، في الشكل الموضح عندي مجموعة من الشحنات المتماثلة في المقدار مثبتة على قرص عازل تدور معا في الاتجاه ده. ايه الاتجاه ده بقى؟ قالك اتجاه المجموعة. طب والمجموعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن شحنات سالبة وفي شحنة موجبة. طب التوتال بتاعها 3 سالب و1 موجب، يبقى دول عبارة عن 2 سالب. يبقى المجموعة اللي انت بتتكلم عنها ده اتجاه السالب، المجموعة اللي هي 2 سالب التوتال، يبقى ده اتجاه السالب. يبقى طب الاتجاه ده يمثل مع عقارب الساعة ولا عكس؟ عكس عقارب الساعة. طب لو سألني على الاتجاه الحقيقي، الاتجاه الحقيقي هيبقى همشي ورا اتجاه الالكترونات. طب ما ده اتجاه الالكترونات، ما هو المجموعة سالب، خلاص يبقى الاتجاه ده اللي هو عكس عقارب الساعة الحقيقي. طب هو كاتب لي حقيقي صحيح بس مع عقارب الساعة، لا مش ده ينفع. طب الاصطلاحي يكون اتجاهه ازاي؟ اذا كان ده اتجاه السالب يبقى الاتجاه الاصطلاحي يكون ازاي؟ عكسه، يعني مع عقارب الساعة. ايوه يبقى الاجابة الصحيحة رقم ألف، اصطلاحي مع عقارب الساعة. السؤال رقم 4،
طاولة مثبت عليها شحنتين كما بالشكل، وتدور الطاولة بتردد 30 هرتز، فتكون شدة المسار الدائري للشحنتين ايه؟ تمام. احنا عندنا الشحنتين دول وهم بيدوروا في مسار دائري، هتلاقي انهم عملوا كده زي ايه، دورة، دورات كاملة. طيب ماشي، لو انا حبيت اجيب التيار اللي في المسار ده هجيب التيار ازاي؟ هقول الاي بتساوي الكيو على التي، بس هنا التي الزمن، هنا زمن دوري، لان الشحنة علشان تقفل المسار لازم تبقى مرت بزمن دوري كامل. طيب ماشي، طب اقدر اقول ان الاي بتساوي كيو في واحد على الزمن الدوري، ما هي دي هي دي. تمام، يعني اقدر اقول كيو، وبدل ما اقول واحد على تي اقول نيو التردد. تمام، طيب الكيو هنا كام؟ انا مش عندي شحنة واحدة، ده الشحنتين دول هيعملوا لك تيار، واحدة اتنين وواحدة اربعة، يبقى 6 مايكرو. هتحول؟ لا، ما هو كاتب لي الاي بالمايكرو، يبقى مش هحول، يبقى الشحنة 6. طيب والتردد 30، ادي الصفر 3 في 6 ب 18، يبقى انت عندك مايكرو امبير 180، يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم جي. السؤال ده رقم 5، الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين شدة التيار المار في الموصل والزمن، فيكون اكبر معدل لمرور الشحنات الكهربية عبر اي مقطع موصل عند النقطة ايه؟ اكبر معدل، يعني ايه معدل مرور الشحنات الكهربية؟ يعني قصد التيار، اكبر قيمة للتيار عند قمة المنحنى عند النقطة واي، يبقى الاجابة هتبقى رقم ب واي. السؤال رقم 6، الرسم البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين شدة التيار الكهربي، ادي الاي، المار عبر مقطع من الموصل، والزمن، وادي التي، لسلكين، فتكون النسبة بين كميتي الشحنة المارة خلال السلكين كيو اي على كيو بي بتساوي ايه؟ طيب ايه علاقة الاي وايه علاقة التي بالكيو؟ انا عندي الكيو بتساوي اي في تي. طيب اي موجودة فين في الرسم البياني؟ اي دي محور صادات، طيب والتي محور سينات. طيب عشان انا اجيب الكيو محتاجة اضرب محور الصادات في محور السينات، ده اللي بيسموه مساحة الشكل. يبقى انا دلوقتي التعامل مع الرسم البياني مش بس بجيب فرق الصادات على فرق السينات واجيب الميل، في كمان استخدام للرسم البياني ان انا لو كنت عايزة كمية فيزيائية والكمية دي تتعين من ضرب الصادات في السينات، فانا عشان اجيبها لازم اجيب مساحة الشكل. طيب ادي الشكل الخاص بالاي، مساحته عبارة عن ايه؟ هنا الارتفاع ده 6 والعرض ده 10، ب6 في 10 ب60، يبقى الكيو ايه على الكيو بي، هنقول هنا 6 في 10 ب60. طيب والكيو بي مساحتها ايه؟ كام في كام؟ الارتفاع ده 4 والحتة دي كده عرضها 10، 4 في 10 ب40. طيب الصفر هيطير مع الصفر، على 2 فيها 3، على 2 فيها 2، يعني 3 على 2، يبقى الإجابة الصحيحة رقم جي. سؤال رقم 7، إذا كان الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها 1 كولوم، يبقى أنا عندي الكيو مقدارها 1 كولوم بين النقطتين إكس وواي هو 20 جول، عندي الشغل بيساوي 20 جول، عايز جهد النقطة دي. تمام، طب أنا معايا الكيو ومعايا الدبليو، ممكن أجيب منهم إيه؟ أنت عندك الشغل بيساوي في في كيو. طيب الشغل ب20، الفي معرفهاش، الكيو قيمتها 1، يبقى الفي هتساوي 20 على 1 ب20 فولت. يبقى المقاومة دي علشان التيار يمشي فيها لازم يدفع لها 20 فولت. طيب هو معاه كام؟ جهد النقطة اكس كام؟ 20، هيعدي على المقاومة يديها 20، يتبقى معاه كام من الفولتات؟ هتبقى معاه 0 ولا حاجة، يبقى الاختيار الصحيح د 0 فولت. السؤال رقم 8، في الدائرة الموضحة إذا كانت الطاقة المستهلكة، الطاقة اللي هي الإي أو الشغل الورك، الطاقة المستهلكة في المصباح خلال 4 ثواني، معايا زمن قدره 4 ثواني، وكانت الطاقة 200 جول، فيكون فرق الجهد بين طرفي المصباح. خلي بالك إن مفيش في الدائرة دي غير المصباح، فرق الجهد بين المصباح. طيب أنا هقول إن الطاقة بتساوي في أي في تي. تمام، الطاقة اللي بيستهلكها المصباح 200، فرق الجهد الخاص بالمصباح مش معروف، التيار اللي هيمر في المصباح قيمته 2 أمبير والزمن قيمته 4، يبقى أنا عندي هنا على 2 فيها 1 على 2 فيها 100، يبقى الفي بيساوي 100 على 4، هيبقى الناتج
25 فولت، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال رقم 9 في الشكل الموضح إذا كان الشغل المبذول في المقاومة خلال زمن قدره 10 ثواني. يبقى أنا معايا زمن 10 ثواني، والشغل اللي هو الدبلو أو تقدر تسميه الطاقة عبارة عن 400 جول، فيكون الجهد الكهربي للنقطة واي بكام؟ عايز الجهد هو ماشي من نقطة اكس رايح على نقطة واي، عايز الجهد لنقطة واي كام؟ طيب احنا ممكن نستخدم الطاقة في ايه؟ معايا الطاقة بتساوي في في اي في تي، الطاقة قيمتها 400، فرق الجهد مش معلوم، التيار اللي ماشي في الدايرة قيمته 2 امبير، والزمن 10، يبقى الفي بتساوي 400 على 20، هيبقى الناتج 20 فولت. يبقى انت هنا معاك 10 فولت هتعدي على المقاومة، هتطلب منك المقاومة فرق الجهد اللي بين طرفي المقاومة هيطلب منك 20. خلي بالك انت مش معاك غير 10، هتدفع لها 20 ازاي؟ هيتبقى معاك ايه؟ انت هتبقى مديون ب10، اللي هيتبقى معاك سالب 10. طب لو عايزين نحلها بطريقة تانية، فرق الجهد اللي انت جبته اللي هو 20 فولت، ده فرق جهد بين النقطتين اكس وواي، فرق الجهد بين اكس وواي عبارة عن في اكس ناقص في واي. طب ما تيجي نعوض، في اكس واي طلعناها ب20 والفي اكس ب10، وادي ناقص في واي، اجيب في الفي واي الناحية دي بإشارة موجبة، يبقى الفي واي بيساوي 10، وأودي ال20 بإشارة مخالفة، هيبقى الناتج سالب 10 فولت، يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ج. يبقى هو ماشي معاك من المنهج، من أول المنهج حتة حتة اهي. السؤال ده رقم 10، الشكل البياني الموضح يعبر عن العلاقة بين الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية في موصل يمر به تيار مستمر ومقدار تلك الشحنة، فيكون فرق الجهد بين طرفي الموصل هو ايه؟ طيب تعالوا نجيب الميل ونشوف علاقته بالمطلوب. لو انت بدأت القانون بالشغل، اوعى تنسى القانون ده، الفي الشغل بيساوي في في كيو، اشطب على الصادات، اشطب على السينات، معامل السينات هو الميل. يبقى انت عندك الميل عبارة عن فرق الجهد. طب ما هو عايز فرق الجهد، يبقى تجيب الميل. طب ما انا ممكن اخد نقطة على نقطة، هو بادئ من نقطة الاصل ماشي، 100 على 2 فيها 50، يبقى فرق الجهد هيساوي 50 فولت، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. سؤال رقم 11، عند زيادة فرق الجهد بين طرفي المقاومة الى الضعف فشدة التيار المر بالمقاومة هيحصل لها ايه؟ دي مقاومة ثابتة، لو زاد فرق الجهد بين طرفيها التيار هيزيد للضعف وهتظل المقاومة ثابتة. انت دلوقتي هتزود لي فرق الجهد للضعف، يبقى التيار هيزيد للضعف، يعني هيبقى كام؟ بدل 1 هيبقى 2، يعني هنختار الاختيار الصحيح رقم أ، هيزداد 2 أمبير. السؤال ده رقم 12، في الدائرة الكهربية تكون شدة التيار المار أي وكذلك الطاقة المستهلكة خلال 10 ثواني هي إيه؟ تمام، يبقى أنا معايا الزمن 10 ثواني، ومعايا مقاومة واحدة في الدايرة، والبطارية ملهاش مقاومة داخلية، عندي مقاومة قيمتها 5 أوم، ومعايا في باتري بدون مقاومة داخلية قيمتها 10، أقدر أحسب لك التيار. التيار هيساوي الفي على الآر، يعني 10 على 5 بتساوي 2 أمبير، أدي أول خانة التيار. طيب عايزين نجيب الشغل، نقول الشغل بيساوي، في قوانين كتير للشغل، ممكن أستخدم الفي تربيع على الآر في تي، الشغل فيه زمن. طيب الفي تربيع اللي هي الفي باتري، هي الفي عبر المقاومة، هي مفيش غير في المصدر، مفيش أي مكان هنا في الدايرة غير المقاومة دي، حتى مفيش مقاومة داخلية. يبقى أنا هقول 10 هنربحها بتاعت الفي باتري 100 على المقاومة اللي هي 5 في 10، يبقى أنت عندك هنا الناتج 200 جول. هندور هنلاقي الاختيار الصحيح رقم د، إن التيار 2 أمبير والشغل هيبقى 200 جول. السؤال رقم 13، الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين شدة التيار الكهربي وفرق الجهد، وذلك الموصلين A و B مقاومة كل منهما ثابتة. تمام، ده ليه مقاومة ثابتة وده ليه مقاومة ثابتة، أكيد مقاومة ده تختلف عن مقاومة ده، عايزين نعرف مقاومة مين أكبر من مين. طب اللي مش فاهم الجزئية دي، أنا أفترض إن في موصل مقاومته 5 وبتثبت عند 5، وفي موصل تاني مقاومته 10 وبتثبت عند 10، طب مين اللي مقاومته أكبر؟ هو زي كده السؤال. طيب انا عايزه اشوف مقاومه مين اكبر، حاول تجيب الميل وتشوف علاقته بالمطلوب، اكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي، بالاي بيساوي الفي على الار، اشطب على الصادات اللي هي الاي، واشطب على السينات اللي هي الفي، مين ما شطبتش عليه 1 على الار،
يبقى انا عندي الميل بيساوي واحد على ار، الميل بيتناسب عكسي مع الار، فعايز تعرف ار الكبيره مين، هي اللي ميلها اصغر. طيب انا عندي ميل بي اصغر من ميل ايه، يبقى مقاومه بي اكبر، علاقه عكسيه اهي، يبقى مقاومه بي اكبر من مقاومه ايه، اي ار بي اكبر من ار ايه، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. السؤال رقم 14، في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل المقابل عند انقاص الـ RS فإن القدرة المستهلكة في المقاومة. طيب ايه هي القدرة اللي بتستهلك في المقاومة؟ الباور بيساوي I تربيع في R، ماشي. طيب انت هتقلل المقاومة ولا هتزودها؟ قالك هقللها عند الانقاص، يبقى انت بتقلل المقاومة في الدائرة، يبقى التيار الكلي في الدائرة هيزداد. ادام التيار هيزداد يبقى القدرة كمان هتزداد مع علاقة طردية، يبقى احنا هنختار الاختيار الصحيح رقم ألف تزداد. سؤال رقم 15، اي من العلاقات الاتية يمثل العلاقة بين القدرة المستهلكة في موصل يسري به تيار مستمر والزمن؟ تمام، يبقى احنا دلوقتي هنقول الباور، هل في قانون الباور زمن؟ ايوه، احنا عندنا قانون للباور بيقول انها عبارة عن الطاقة او الشغل يعني على الزمن، فهتبقى في علاقة عكسية. اقول له لا انت كده استعجلت في الاجابة، العلاقة دي خاطئة. ليه؟ لانك لو صبرت شوية هتلاقي ان الطاقة دي عبارة عن في في اي في تي، وادي التي، التي هتروح مع التي وتصبح الباور لا تتوقف على الزمن، زي ما الزمن موجود في المقام موجود كمان في البسط، بس لما هتيجي تفك الطاقة، وبالتالي هتبقى العلاقة هي الاختيار رقم ألف، مهما تغير الزمن الباور هيدنه ثابت. السؤال رقم 16، تتصل بطارية قوتها الدفع الكهربية 1.6 فولت، يبقى الفي باتري 1.6 فولت مع مصباح كهربي مقاومته، مقاومة المصباح 10 أوم، فيكون عدد الإلكترونات المرة عبر المصباح كل دقيقة، معايا الزمن 60 ثانية، ما هو الدقيقة يعني 60 ثانية. تمام، إزاي أقدر أجيب عدد الإلكترونات؟ عدد الإلكترونات موجود جوه التيار. طيب وأنا عايزة أجيب التيار، يبقى إحنا دلوقتي معايا الفي باتري ومعايا الآر، أقدر أجيب التيار. هقول الاي بتساوي الفي على الار، يعني 1.6 على 10 هيبقى الناتج معاك 16 مية امبير. جبت التيار، هقولك ان التيار ده بيساوي ان في اي على تي، ادي العدد ظهر اهو. عايز العدد، هتقول الطرف المتصل على الطرف اللي فيه مجهول، يعني اي في تي على اي. تعالى كده نعوض، قيمة الاي ب16 من 100، قيمة الزمن 60 على شحنة الإلكترون 1.6 × 10 × 10^19، هيطلع معايا العدد 6 × 10^19، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. السؤال رقم 17، سحب سلك معدني بانتظام حتى أصبح طوله، يبقى طوله الجديد عبارة عن 3 أمثال طول الأصل، فتصبح المقاومة قد إيه من مقاومته الأصلية في حالة إعادة تشكيل سلك أو سحب سلك؟ لما أجي أعمل نسب للمقاومة هقول R1 على R2 بتساوي، لو هتتكلم بالإل يبقى L1 تربيع على L2 تربيع، لو هتتكلم بمساحة المقطع يبقى العكس، A2 تربيع على A1 تربيع، لو هتتكلم بنصف القطر هتقول R2 أس 4 على R1 أس 4. طيب لو أنت مش فاهم القانون ده إحنا جبناه منين، ممكن كده في البحث تكتب إعادة تشكيل السلك أماني منصور بالعربي، هيظهر لك الفيديو، أو تبعت لي وأنا بعت لك الفيديو اللي شرحت فيه القوانين دي جبناها منين. طيب أنا هستخدم الآر مع الإل لأن المعلومات عندي على الإل، فآر 1 على R2، أدي عايزة L1 بس تربيع على L2، أنا عندي L1 على L2، أنا هي المعلومة هي عشان بس محدش يتلخبط مع التربيع ده، أنا بقول L2 عبارة عن 3 L1، فانا عايزه L1 على L2 بس كل تربيع. هقول لك L1 على L2 عباره عن 1 على 3، تاني كده L1 على L2 ما ترجعش فاضي، هتساوي 1 على 3 بس كل تربيع، يبقى 1 على 9، يبقى R2 في 1 بR2 بتساوي 9 R1، يبقى انت دلوقتي R2 هتصبح 9 امثال الار الاولى، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ب. السؤال رقم 18، إذا كان لديك سلكان A و B من نفس المادة، طول السلك إيه؟ طول
السلك ايه؟ ضعف طول السلك بي. فاذا كانت النسبة بين مقاومة السلك ايه ار ايه الى مقاومة السلك بي ار بي بتساوي 8، اكيد 8 على 1، ونصف قطر السلك ايه 4 مللي متر، يبقى ار للسلك ايه 4 مللي متر. ماشي. فان مساحة مقطع السلك، عايز مساحة مقطع السلك بي، عايز مساحة مقطع السلك بي. طيب انا عايز اعمل نسبة للار ايه على الار بي، هي الار بتساوي رو اي في ال على ايه، هو من نفس النوع فالرو اي واحدة. فلما اجي اعمل نسبة هقول ار اي على ار بي، لما تيجي ترص ال ال رصها طردي، يعني قدام ار اي اكتب ال اي وقدام ار بي اكتب ال بي، وترص ال اي عكسي، يعني هنا اي بي وهنا ايه للسلك ايه. تعال نعوض ار ايه على ار بي، اكتبها 8 لواحد. طب انا عايزه ال ايه على ال بي، ال ايه على ال بي ما ترجعش فاضي، تساوي 2 على 1، يبقى 2 على 1. طيب مساحة مقطع السلك بي مطلوبة عايزينها. طيب مساحة مقطع السلك ايه عندك، انا هفكها لباي ار تربيع، باي عشان معايا نصف القطر ايه اهي، باي ار تربيع. طيب ما الار باربعة ملي، يعني 4 × 10^3 تربيع. طيب هجيب مساحة مقطع السلك بي ازاي، هنقول الايه للسلك بي بيساوي الطرف المتصل، يعني 8 × 4 × 10^3 تربيع على الطرف اللي فيه مجهول، هتطلع معايا القيمة 2 × 10^4 متر مربع، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. سلك ضمن دايرة كهربية يستهلك طاقة بمعدل 500 جول للثانية، دي كده القدرة، القدرة وحدتها جول على الثانية، والباور بيعتبر معدل استهلاك الطاقة، يعني هنقول الباور اللي عندي في الحالة الأولى 500 واط. ماشي. عندما يعمل على فرق جهد في، فإذا تم سحب السلك، بعد سحب السلك مقاومة السلك دي هتتغير، فأنا هسمي هنا آر واحد ده قبل السحب، ولما هنسحب السلك هيبقى ليه مقاومة تانية خالص، السحب هيغير في المقاومة. طب سحبنا السلك ازاي بحيث ان يبقى طول الجديد 4 أمثال طول الأول، 4 أمثال طول الايه الأول. طيب فإن الطاقة اللي بيستهلكها خلال ثانيتين معايا زمن 2 ثانية، عندما يعمل على نفس فرق الجهد، السلك اللي اتسحب، السلك اللي اتسحب اللي مقاومته R2 عايزين طاقته، الطاقة هتبقى عبارة عن في تربيع على R2، لأنه بعد السحب ما بقاش R1 بقى R2 في الزمن لأني سحبته خلال 2 ثانية. طيب يبقى في تربيع على R2 في 2، ده كده المطلوب. طيب ماشي، R2 مش عندي والفي تربيع مش عندي، طيب اجيب الفي تربيع ازاي، ما هو قال لي نفس فرق الجهد، نفس فرق الجهد. فانا لو جيت استغليت باور في الحاله الاولى، الباور في الحاله الاولى بيساوي في تربيع على الار في الحاله الاولى، فانا ممكن اعرف اعوض، يعني الباور في الحاله الاولى كانت 500 وفي تربيع في الاول والاخر زي بعض، قال لي نفس فرق الجهد على ار واحد، اضرب طرفين في وسطين هتبقى في تربيع بيساوي 500 ار واحد اهي، لما اتسحب اتسحب عند نفس فرق الجهد. طيب يبقى الطاقة هتساوي، هشيل في 2 واكتب 500 R1 على R2 في 2، تمام. يبقى انت عندك الطاقة بتساوي 1000 في R1 على R2، ما انا ضربت 2 × 500 بـ1000. طيب انا حل المسألة لو عرفت R1 على R2. طيب ما ده سحب، سحب سلك، فالار واحد على ار اتنين من القوانين لسه قايلينها، ال واحد تربيع على ال اتنين تربيع، يبقى ار واحد على ار اتنين، ال واحد على ال اتنين وتربع، ال واحد على ال اتنين هيبقى عبارة عن 1/4، يبقى 1/4 بس الكل تربيع، يعني ار واحد على ار اتنين بتساوي 1/16. طيب تمام، اشيل ار واحد على ار اتنين واكتب 1000 في 1/16، هيطلع الناتج 62.5 جول، يعني الإجابة الصحيحة هتبقى رقم د. سؤال رقم 20، إذا مرت شحنة مقدارها كيو خلال زمن تي في موصل طوله ال ومساحة مقطعه ايه،
ومقاومته النوعية رو اي، يعني فيها مقاومة نوعية، فكان فرق الجهد بين طرفي في، فإن أي علاقة من دول علاقة صحيحة. طيب لو بصيت في الاختيارات هلاقي هنا في رو اي وهنا في رو اي ورو اي ورو اي، والرو اي دي موجودة في المقاومة. يبقى أنا دلوقتي عايز أستخدم قانون تكون فيه المقاومة. أنا هبدأ من الكيو بتساوي الاي في التي، ادي الكيو هفك الاي لفي على ار وادي التي، هسيب الكيو وهسيب الفي وهسيب التي وفك الار عشان تظهر جواها الرو اي، رو اي في ال على ايه مقام، المقام بسط. هل الطريقة دي موجودة؟ مش موجودة، بس موجودة عندي كيو في ال، عندي هنا في الاختيار الاول كيو في ال. طيب ما انا ممكن اسحب ال ال كده، يعني انت ممكن تسحب المقام للبسط عبر اليساوي او من البسط للمقام عبر اليساوي، فانا هسحب ال ال كده، يبقى الكيو في ال ال هتساوي في اي تي على رو اي. هل موجودة عندك في الاختيارات؟ اهي الاختيار الاول كيو ال هتساوي في اي تي على الرو اي، يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى رقم ألف.